الحملة الوطنية خليك واعي. فيروس كورونا كوفيد 19 والمنتمي إلى عائلة الفيروسات التاجية والتي تسبب أمراضا تتراوح إلى نزلات البرد الشائعة، وتنتقل العدوى عن طريق السعال والرذاذ المتطاير أو من خلال لمس الأسطح والأدوات الملوثة، ومن ثم لمس الأنف أو العين أو الوجه. كذلك يمكن للعدوى الانتقال من الأشخاص القريبين منك جداً من الأشخاص المصابين. والفئات الأكثر عرضة للإصابة: كبار السن، الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة مثل القلب وأمراض الرئة والفشل الكلوي. مع العلم أن الأمراض تظهر بعد فترة تتراوح من يومين إلى 14 يوماً. ومن هذه الأعراض الحمى، السعال، ضيق في النفس، وتتطور في بعض الحالات إلى أعراض حادة مثل الالتهاب الرئوي الحاد. إذا ظهرت عليك إحدى هذه الحالات، سارع بزيارة المستشفى بأسرع وقت. الحملة الوطنية خليك واعي.